السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأعزاء طلاب الصف الأول الإعدادي. معانا النهاردة حصة جديدة من مادتنا وهي الدراسات الاجتماعية. خدنا الحصة اللي فاتت جغرافيا، إن شاء الله النهاردة هناخد تاريخ. أول درس عندنا في التاريخ بيتكلم عن وحدة شعب. إن شاء الله في نهاية درسنا النهاردة كل طالب فيكو يا ولاد هيكون قادر يعرف يعني ايه الحضارة، مفهوم الحضارة، ويعرف ازاي اتكونت وايه العوامل اللي ساعدت ان الحضارة المصرية تقوم وتنهض وتتقدم. هنقدر نعرف مع بعضينا العصور، سواء العصور التاريخية او عصور ما قبل التاريخ اللي مرت بها مصر، وهنقارن ما بين هذه العصور وأهم ما يميز كل عصر وخصائص هذه العصور. يبقى في نهاية الدرس إن شاء الله كل طالب فيكم هيكون قادر إنه يعدد عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة، كمان هتقدروا تتعرفوا على العصور التاريخية التي مرت بها مصر، كمان هتقدروا تقارنوا بين العصور التاريخية وعصور ما قبل التاريخ، كمان هنقدر نعرف مفهوم عصور ما قبل التاريخ، ايه الفرق ما بينهم، ما بين ما قبل التاريخ والتاريخية. وطبعا من خلال دراستنا للتاريخ المصري القديم ككل، المفروض ان احنا نعتز بتاريخنا وبما قدموا لنا القدماء المصريين. تعالوا بينا ندخل في درسنا النهاردة اللي بنتكلم فيه عن وحدة الشعب المصري. قبل ما هدخل في الدرس حضرتك هما تقول لنا الحضارة المصرية القديمة، الحضارة الفرعونية، فيا ترى ايه المقصود بكلمة حضارة؟ كلمة حضارة المقصود بها يا أولاد احنا خدناها قبل كده في رابعة ابتدائي، بس طبعا مش هتفتكروا. الحضارة معناها أي حاجة الإنسان يقدر يتفاعل فيها مع البيئة علشان يسد احتياجاته بتندرج تحت حضارة. يعني معنى كده المقصود بالحضارة كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو معنويا. يعني إيه برضو؟ يعني المصري القديم لما كان عايش فوق الهضاب كان كل همه يا ولاد إن هو يتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن طعام، عشان يصطاد، عشان يجمع الثمار، بيسد احتياجاته الأولية اللي هي إيه؟ الأكل. لكن لما حل الجفاف فوق الهضاب يا ولاد المصري القديم نزل للوادي والدلتا اللي هو نهر النيل، فنهر النيل مية عذبة وحواليه سهول فيضية اللي هي التربة الخصبة، فمية عذبة وتربة خصبة يبقى تلقائي عرف الزراعة. بدأ يزرع وهو اللي ينتج أكله بنفسه، بدأ يفكر طب أنا هقعد فين فيبني له بيوت. فالمصري القديم لما تفاعل مع البيئة عشان يسد احتياجاته اللي حصل ده بنسميه حضارة. ماديا يعني المباني اللي عملها، المعابد، الحاجات الملموسة اللي معمولة، ومعنويا الفكر بقى، الآداب، الأفكار المصريين القدماء والشعر اللي عملوها. يبقى الحضارة كل حاجة أنتجها العقل الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة، يعني أنت بتتفاعل مع البيئة اللي أنت عايش فيها عشان تحسن ظروف حياتك. هتيجي في أولى ثانوي هتاخد نفس التعريف، بيقول لك إيه؟ ثمرة أي مجهود بيقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة. يعني اللي بينتج عن تفاعلك مع البيئة هي كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو معنوي، ده مفهوم الحضارة. السؤال ممكن يجي لنا على شكل أكتب ما تشير إليه العبارة، يقول لنا كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو معنويا، فحضرتك تقول الحضارة، أو يجي يقول لك ما المقصود بكل من، ويجيب لك من بين الأسئلة الحضارة، مفهوم الحضارة. فأنت تقول له إيه؟ كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان إيه؟ مادياً أو معنوياً. طيب عندنا بقى العصور اللي إحنا بنتكلم عنها
نوعين من العصور، بتنقسم لاتنين، عصور ما قبل التاريخ وعصور تاريخية. طيب ايه الفرق ما بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية؟ ايه الفرق ما بين الاتنين؟ تعالوا بينا نشوف مع بعض ايه هي عصور ما قبل التاريخ. كلمة تاريخ أصلا يا ولاد معناها أو في الأصل هي التأريخ، في همزة على الألف. التأريخ معناها تدوين الأحداث، كتابة الأحداث. فما قبل التاريخ قبل ما الإنسان يعرف الكتابة أصلا، قبل ما تبدأ تدون الأحداث. طيب بما إني بقولك قبل معرفة الإنسان الكتابة، إحنا أصلا التاريخ بتاعنا عرفناه عن طريق إيه؟ الآثار اللي سابوها لنا والكتابات اللي على المعابد وجدران الأهرامات، صح؟ تمام. طيب أنا بقول عصور ما قبل التاريخ، يعني قبل ما يكتبوا وقبل ما يعرفوا الكتابة. طب أمال إحنا عرفنا منين اللي حصل قبل معرفة الكتابة ده؟ من خلال يا ولاد بقى الهياكل والآثار البدائية اللي لقوها المؤرخين أو علماء الآثار عثروا عليها، فقدروا يعرفوا بقى من خلالها إيه اللي حصل في عصور ما قبل التاريخ. لما هناخد عصر عصر وهنتكلم على اللي بيميز العصور، هتقدروا تعرفوا هم عرفوا كمان منين الهياكل دي، فرقوها إزاي إنها عصور ما قبل التاريخ أو عصور تاريخية. يبقى مفهوم عصور ما قبل التاريخ هي عصور قبل معرفة الكتابة، قبل ما يعرف الكتابة أصلا، تبدأ منذ خلق الله للإنسان على سطح الأرض إلى أن نجح في معرفة الكتابة حوالي 3350 قبل الميلاد. يبقى عصور ما قبل التاريخ قبل ما الإنسان يعرف الكتابة، من ساعة ما اتوجد أو اتخلق الإنسان لحد ما عرف الكتابة في عام 3350 قبل الميلاد. تمام. يبقى السؤال برضو ممكن يجي لنا ايه؟ اكتب ما تشير اليه العبارة، او ما المقصود بعصور ما قبل التاريخ؟ طيب قام المؤرخين قسموا لنا العصور دي لاربع عصور، قسموا لنا عصور ما قبل التاريخ لاربع عصور. اول عصر العصر الحجري القديم، تاني عصر العصر الحجري الحديث، ثالث عصر العصر النحاسي، رابع عصر عصر ما قبل الأسرة. دي أساميهم. هنيجي دلوقتي نعرف كل عصر خصائصه إيه، اللي بيميزه إيه، الإنسان اتطور فيه إزاي، إيه أدواته، كان بيعيش فين، اكتشف إيه. تعالوا بينا نشوف أول عصر معانا وهو العصر الحجري القديم. أول عصر العصر الحجري الإيه؟ القديم. المصري القديم كان بيعيش فيه فوق الهضاب، فوق الهضاب في كهوف فتحة جوه الهضبة أو الجبل، بيعيش فيها المصري القديم. زي ما قلت لكم من شوية كانت حياته عبارة عن إيه؟ حياة تنقل وترحال، بيتنقل من مكان لمكان لمكان، مش ثابت، مش مستقر. طب ليه؟ عشان يدور على أكله ويصطاد الحيوانات والطيور. طيب ايه الادوات اللي كان بيستخدمها؟ مصنوعه منين امال؟ لا دي كانت ادوات بدائيه خالص، استخدم مثلا الحجاره، مش اسمه حجري، عصر حجري، فاستخدم ايه؟ الحجاره، واستخدمها في الصيد. الادوات دي استخدمها في الصيد، صيد الحيوانات والطيور عشان يعرف ياكل. جه المصري القديم اكتشف النار، اكتشفها يعني اكتشفها ازاي؟ دي من خلال احتكاك حجرتين ببعض بدأت تطلع شرارة، فالمصري القديم فضل بقى يخلي الحجرتين تحتك ببعض أقوى لحد ما طلعت الإيه؟ النار. النار يا ولاد كان ليها أهمية كبيرة قوي في الوقت ده عند المصري القديم. إيه بقى أهميتها؟ حد هيقول لي بيطهي الأكل عليها. تمام، بيطهي الطعام. ايه تاني؟ ايه تاني؟ كمان بينور بيها الكهف. برافو. طب ايه كمان؟ بيخوف بيها يا ولاد الحيوانات المفترسة، هو عايش في الهضاب،
ففي حيوانات مفترسة فبيخافوا من النار فبيقدر يشعلها يخوف فيها الحيوانات المفترسة. كمان بيستخدمها إن هو يتدفى للتدفئة. يبقى المصري القديم عايش في العصر الحجري القديم حياة التنقل، عاش فين بقى؟ فوق الهضاب. ليه؟ ليه حياته كانت تنقل؟ لجمع الثمار وصيد الحيوانات والطيور، سكن الكهوف وصنع أدواته من الحجارة واستخدمها في الصيد. كمان المصري القديم اكتشف النار، يجي يقول لنا بما تفسر أهمية النار أو أهمية اكتشاف المصري القديم للنار. واحد، استخدمها في طهي الطعام. كمان إيه؟ إخافة الحيوانات المفترسة، كمان الإنارة، وكمان التدفئة. ده خصائص العصر الحجري القديم. طيب تعالوا بينا نشوف تاني عصر من عصور ما قبل التاريخ، وهو العصر الحجري الحديث. اسمه حجري برضه، يبقى مازال أدواته من الحجارة صح؟ بس هنشوف دلوقتي مع بعض. المصري القديم بقى زي ما قلنا من شوية برضو، لما بقى في جفاف نضرة المية في فوق الهضاب بدأ يتنقل يروح مكان تاني. فإيه المكان التاني اللي راحه؟ الوادي والدلتا عند نهر النيل. وقلت لكم نهر النيل وحواليه الفيضية، يعني تربة خصبة، فعارف إيه؟ الزراعة. الزراعة يا ولاد كانت أساس استقراره. هو كان بيتنقل عشان يدور على أكله. طب هو عرف ينتج الحبوب لنفسه وعرف يزرع، يبقى هيمشي؟ لا، استقر، قعد. مش بس اكتفى بإن هو يزرع وينتج الحبوب، لا كمان اهتم بتربية الماشية والأغنام، وعمل له بقى مساكن اسمها أكواخ. وبدأت تظهر بقى القرى، لأن الكوخ جنب الكوخ جنب الكوخ بقى قرية. مش بس كده، عمل له مقابر عشان يدفنوا فيها الميتين. صنع بقى كمان الأواني الفخارية اللي من الطين، وصنع نسيج وملابس من الكتان. وأدواته كانت من الحجارة، بس بقت بقى بتبقى منحوتة بشكل أدق من العصر الحجري القديم. شايفين الاستقرار خلاه يفكر ويبدأ ازاي؟ هو كان لما كان فوق الهضاب كانت كل حياته مقتصرة على انه يوجد احتياجاته الأولية اللي هي الأكل، يملى بطنه، عايز يملى بطنه عشان يبقى مرتاح. طيب لما نزل بقى للوادي والدلتا وعرف الزراعة، خلاص وفر مصدر الغذاء بتاعه وضمن ان هيبقى موجود. فهبدأ بقى افكر وتفاعل مع البيئة. كل ده خطوات في تكوين الحضارة. ما زرعش بس، لا ده انا ربيت كمان حيوانات ماشية واغنية، ده انا عملت مقابر، اي حاجات مادية عشان ادفن فيها الموتى، عملت مساكن او كوخ عشان اعيش فيه، كمان خليت فيه اكواخ كتير فبقت فيه كرة، كمان اهتمت بالصناعة. يعني مش بس زراعة، لا بقى فيه صناعة كمان، زي صناعة الأواني الفخارية والملابس اللي من الكتان. كل مدى وبيتقدم ازاي، سلمة ورا سلمة ورا سلمة. كل ده بسبب ايه؟ الاستقرار. حتى يا ولاد في مؤرخ أمريكي اسمه ويل ديوران بيقول ان الاستقرار ليه علاقة بالحضارة، او الحضارة ليها علاقة بالاستقرار. ان انا اكون حضارة ليها علاقة بالاستقرار، يعني طول ما انت آمن وعايش في أمان هتقدر تبدع وتفكر وتنتج فتكون حضارة. انتوا نفسكم لما بتبقوا قاعدين في امتحان وبتبقوا خايفين ما بتعرفوش تحلوا، أول ما تبصوا تلاقوا أسئلة كتير من اللي ذاكرتوها، تبدأ نفسيتكم تهدى فتبدأوا تحلوا وتفكروا وتكتبوا وكل حاجة بقى تطلع عندكم. فالإنسان كده، الإنسان عموما مش المصري القديم بس، أهو لما أمن نفسه وغذائه بدأ بقى يفكر ويتفاعل مع البيئة ويبدع بقى وياخد خطوات في تكوين الحضارة. يبقى خصائص العصر الحجري الحديث إن المصري القديم طرق فوق الهضاب بسبب حلول الجفاف، نزل للوادي والدلتا وعرف الزراعة وأنتج الحبوب،
اهتم بتربية الماشية والأغنام، أقام المقابر لدفن الموتى، أقام المساكن أو بنسميها الأكواخ، فطبعا لما عمل مساكن كتير وبيوت كتير جنب بعض ظهرت القرى، صنع الأواني الفخارية، وصنع النسيج والملابس من الكتان. ده كده يا ولاد تاني عصر معانا من عصور ما قبل التاريخ. يبقى احنا خدنا ايه؟ العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. تعالوا بينا نشوف تالت عصر من العصور ما قبل التاريخ، وهو العصر النحاسي. العصر النحاسي ده جاية يعني من كلمة نحاس؟ اه، فبما انها جاية من كلمة نحاس يبقى استخدموا النحاس في هذا العصر. صح، استخدموا النحاس في هذا العصر. سمي العصر ده بعصر استخدام المعادن، بدأ بقى المصري القديم يتطور. ما هو لما استقر بدأ يفكر ويبدع، فكل شوية عمال يتطور، فبنى المساكن بتاعته من الطوب اللبن، وبدأ يفرشها بقى كمان بالحصير والسراير الخشبية ووسائد الجلد. طيب ايه كمان؟ ما احنا قلنا انه عصر نحاسي. طب جاب النحاس منين؟ من شبه جزيرة سيناء، استخرج النحاس من هناك. طب ادواته تفتكروا كان بيصنعها من ايه؟ برافو، هو عصر استخدام المعادن، فبيصنع ادواته من المعادن. صنع ادواته من الحجارة والخشب العاج والمعادن، فبقى عنده أدوات متنوعة. بدأت بقى الحياة الدينية بقى عند المصري القديم، فظهرت بقى عبادات، بدأوا يقدسوا بعض الحيوانات. شايفين كل مادة وبنلاقي حاجة جديدة ازاي؟ يعني في العصر الحجري القديم عرف النوم، في الحجري الحديث عرف الزراعة وكمان صناعة. صح؟ نيجي في النحاس، في العصر النحاسي الصناعة بقى إننا نستخدم فيها المعادن، كمان دخلنا الحياة الدينية. خطوة خطوة في التقدم والتطور وإيه؟ وتكوين الحضارة. يبقى العصر النحاسي أو عصر استخدام المعادن، المصري القديم بنى مسكنه من الطوب اللبن، وبدأ يفرش بقى المسكن بتاعه، فرشه من إيه؟ بالحصير والأسرة الخشبية والوسائد الجلد. كمان ما يميز العصر النحاسي إنه استخرج النحاس من شبه جزيرة سيناء. المصري القديم صنع أدواته من الحجارة والخشب العاج والمعادن، كمان ظهرت بعض العبادات زي تقديس بعض الحيوانات. ده تالت عصر من عصور إيه يا ولاد؟ ما قبل التاريخ. عصر الحجر القديم، عصر الحجر الحديث، والعصر النحاسي. تعالوا بينا نشوف عصر ما قبل الأسرات، وهو آخر عصر من عصور ما قبل التاريخ. عصر ما قبل الأسرات ده بقى مر نحو أو خطوات نحو تحقيق الوحدة السياسية في مصر. يعني إيه؟ إن أنا أخليها دولة واحدة. مرت بقى بعدة مراحل. طيب إيه هي بقى المراحل دي؟ تعالوا بينا نشوف. أول حاجة الكرة. تكونت الكرة بقى من عدد من البيوت. مش إحنا قلنا في الحجري الحديث ان اتكونت القرى لما بقى بنى مساكن واكواخ، فبيوت جنب بيوت جنب بيوت بقت قريه، فتكونت القرى وبقى لكل قريه معبود خاص بيها. طب قريه جنب قريه جنب قريه تكونت مدينه، فبقى عندنا مدن متسعه فيها سكان كتير، لكل مدينه حاكم، لكل مدينه معبود، لكل مدينه سور بيحيطها. طيب مدينة جنب مدينة جنب مدينة كونت حاجة اسمها أقاليم. الأقاليم بتبقى تجمع من القرى والمدن، بقى لكل إقليم حاكم زي المدينة كده، وكمان عاصمة وجيش بيحميها ومعبود، والمعبود ليه شعار، لو بقى من طير لو من حيوان لو من نبات، يعني الإقليم بمثابة دولة لوحدها. صح؟ طيب إيه كمان؟ قالك بقى بدأت بقى يبقى في وحدات. يعني ايه؟ ما انا عندي اقليم 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 كذا اقليم. مش في مثل بيقول لك المركب اللي ليها رئيسين بتغرق؟ انا دلوقتي دخلت الفصل ومعايا مدرس تاني، انا والمدرس ما نعرفش بعض، هو يقول لكم اكتبوا انا اقول لكم
ما تكتبوش واسمعوا الشرح. فكل واحد لينا في ليه رأي. طب ما بالي بقى إقليم كبير، كل إقليم ليه عاصمة، كل إقليم ليه حاكم، ليه جيش وهكذا. فقالوا لا ما ينفعش، عشان يبقى في وحدة ما بين الأقاليم بتاعت مصر دي كلها لازم نجمعهم كلهم ويبقوا دولة واحدة. فجت الوحدة الأولى اللي هي 4242 قبل الميلاد، وقالوا إيه بقى؟ هنبقى لينا عاصمة واحدة، هيبقى لينا جيش واحد، هيبقى لينا معبود هو اللي منتشر الأغلبية. فاختاروا مدينة اسمها أون هيليوبلس اللي هي عين شمس دلوقتي، تبقى عاصمة للبلاد. بس اللي حصل إيه بقى؟ الوحدة الأولى فشلت. يعني إيه فشلت؟ يعني رجعت البلاد اتقسمت تاني، اتقسمت لأقاليم كتير؟ لا، اتقسمت بقى لمملكتين، إقليمين بس. قبل ما أكمل بقى، تعالوا بينا نرجع تاني ونقول عصر ما قبل الأسرات في الأول. يبقى عصر ما قبل الأسرات هو تحقيق الوحدة السياسية في مصر القديمة، ومر بعدة مراحل. أول مرحلة كانت القرى، تكونت من عدد من البيوت، وبتتميز الحياة فيها بإيه؟ بإن في تعاون بين سكانها. طب تمام، إيه كمان؟ قال لك كان لكل قرية معبود خاص بيها. طيب تاني حاجة، قال لك المدن. ظهرت المدن بقى، ظهرت ليه؟ نتيجة اتساع القرى وكثرة سكانها، فبقى لكل مدينة حاكم وسور يحيطها ومعبود خاص بيها. وكمان المدن دي كانت بتشرف على ما يجاورها من القرى، على اللي جنبها من القرى. بعد كده ظهرت الأقاليم، نشأت من تجمع القرى والمدن، كان لكل إقليم حاكم وعاصمة وجيش بيحميها ومعبود، والمعبود ده ليه شعار من الطيور أو الحيوانات أو النبات. قلنا فبدأت الإيه بقى؟ الوحدة الأولى اللي هي في 4242 قبل الميلاد. تم بقى اختيار مدينة أون عاصمة موحدة للبلاد، بس الوحدة الأولى للأسف فشلت، ونتج عنها انقسام البلاد لإيه؟ لمملكتين. تمام؟ طيب إيه المملكتين دول بقى؟ قال لك مملكتين، مملكة في الشمال يا أولاد، ومملكة في الجنوب. مملكة في الشمال اللي هي الوجه البحري اللي عند الدلتا، ومملكة في الجنوب اللي هي الوجه القبلي اللي عند الصعيد تحت. فقال لك لكل مملكة عاصمة، لون تاج، شعار، ومعبود خاص بيها. يبقى بعد الوحدة الأولى لما فشلت انقسمت البلاد لمملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. طب تعالوا بينا نشوف كل مملكة ايه عاصمتها، ايه لون التاج بتاعها، ايه شعارها، ايه معبودها. يعني عندنا مملكة الوجه البحري اللي هي مملكة الشمال، عاصمتها بوتو. طب أمال مملكة الجنوب عاصمتها ايه؟ نخ. طيب لون تاج مملكة الشمال أحمر أهو، بص شايفين شكل التاج. طب لون تاج مملكة الجنوب أبيض أهو، برضو شكل التاج. طب شعار مملكة الشمال، مش احنا عندنا فعلا مصر في النسر، فهم كان شعارهم ايه بقى؟ شعار مملكة الشمال زهرة البرج، نبات البرج اللي بنعمل منه ورق البردي اللي كانوا بيكتبوا عليه، اهي شايفينها. وشعار مملكة الجنوب زهرة اللوتس، المعبود بقى اللي كانوا بيعبدوه في مملكة الشمال ثعبان الكبرى التعبان، المعبود اللي كانوا بيعبدوه في مملكة الجنوب أنثى النسر. يبقى ده جدول ممكن يجيلك على هيئة قارن، يجيلك في اختار، يجيلك في صح وغلط. يبقى مملكة الشمال اللي هي الوجه البحري، عاصمتها بوتو، لون تاجها أحمر، شعارها نبات البرزي، معبودها ثعبان الكبرى. أمال مملكة الجنوب قالك ليه الوجه القبلي، عاصمتها نخب، لون التاج بتاعها أبيض، شعارها زهرة اللوتس، معبودها أنثى النسر. احنا هنفضل نخليهم مملكتين؟ لا، عايزين نوحدهم ويبقوا دولة واحدة برضو. طب هنعمل ايه؟ قال لك جه ملك من الجنوب من مدينة طيبة اللي هي الأقصر دلوقتي، اسمه ايه؟ الملك مينا او نعرمر.
اللي قام بالوحدة التانية اللي كانت سنة 3200 قبل الميلاد. ايه ده، ثواني يا ميس، مش بتقولي وحدة تانية و3200؟ اه، طب ما انت قلتي الوحدة الأولى 4242، ازاي بقى؟ ما هو قاف ميم دي اللي هي قبل الميلاد، قبل ميلاد سيدنا عيسى، فالأرقام فيها كانت بالعكس، يعني احنا في العادي 3 وبعدها الأربعة، لا هنا الأربعة وبعدها الثلاثة، عشان كده الوحدة الأولى في 4242 والوحدة الثانية 3200. يبقى الملك مينا كان بيحكم في الجنوب في مدينة طيبة اللي هي الأقصر. جه الملك مينا وعمل إيه؟ وحد البلاد من تاني أو المملكتين من تاني لدولة واحدة بعاصمة واحدة بلون تاج واحد، وأسس الأسرتين الأولى والتانية، بنى مدينة اسمها من نفر، وجم العرب بقى حرفوها لكلمة منف، بقت عاصمة للبلد وبتتسمى بقلعة الجدار الأبيض لأن كان حواليها سور أبيض. والملك مينا بقى لقبوه بألقاب كتيرة قوي، ملك الأرضين، صاحب التجين، موحد القطرين، ملك مصر العليا والسفلى. لما يجي يقولك بما تفسر ليه الملك مينا اتسمى بالأسامي دي كلها، هنقول إيه؟ لأنه استطاع توحيد مملكتي الشمال والجد. في أغنية كده كنت عاملاها لسنة رابعة على الجزء ده يا ولاد، بصوا بنقول إيه بقى؟ الملك مينا صاحب التجين، موحد القطرين، 3200، كان مالك محبوب، مملكته في الجنوب، حبيته كل الدنيا، عمل الوحدة التانية وبان عاصمته في منف، ذات الجدار الأبيض بمهارة مش معقولة، عمل الأسرة الأولى وبان عاصمته في منف. أو جايبة أعمال مينا كلها. ده كده اسمه بقى العصر الإيه؟ العتيق. العصر ده مش من ضمن عصور ما قبل التاريخ، احنا خدنا عصور ما قبل التاريخ، عصر حجر القديم، عصر حجر الحديث، عصر النحاسي، وعصر ما قبل الأسرة. طيب كده البلد اتوحدت وبقت ايه؟ دولة واحدة على يد الملك مينا. ملك مينا صاحب الأرضين، موحد القطرين، أو صاحب التاجين، ملك مصر العليا والسفلى. طب عمل التاج بتاعه منين؟ خلاه بقى تاج مزدوج. يعني ايه تاج مزدوج؟ يعني عمل التاج احمر وابيض الاتنين، يعني بقى التاج زي التاج ده، بصوا مش هنا ابيض كده واحمر لوحده، لا هو خلى التاج مزدوج، جمع الابيض مع الاحمر دول بتاع الشمال والجنوب. تمام، ده مين اللي عمل كده بقى؟ الملك مين؟ الملك مينا. تمام تمام كده، يبقى كده اتكلمنا عن العصر العتيق والملك مينا. كده يا ولاد احنا خلصنا الدرس اللي هو اسمه وحدة شعب، تعالوا زي ما متعودين نطبق على درسنا ونحل تدريبات على درسنا زي ما متعودين عشان نتأكد من فهمنا للدرس، وهشوف حلولكم معايا. يلا، أول نمط من الأسئلة بتاعنا وهو صوب ما تحته خط. تعالوا نشوف بقى هنصوب ايه. واول سؤال معانا، اول سؤال بيقول لنا عرف الانسان النار عام 3350 قبل الميلاد. عرف الانسان النار عام 3350 قبل الميلاد، ومعمول لنا الخط تحت كلمة النار. الإنسان عارف إيه يا ولاد؟ يلا منتظرة إجابتكم. برافو عليكم، عارف الكتابة. يبقى عرف الإنسان، بدل النار بقى هنكتب الكتابة، عام 3350 قبل الميلاد. تاني سؤال، مدينة منف عاصمة الوحدة الأولى 4242 قبل الميلاد، والخط محطوط لنا تحت منف. برافو، حد يقول لي ان منف؟ لا، دي منف دي عاصمة الوحدة الثانية اللي هي 3200 قبل الميلاد. امال ايه هي المدينة اللي عاصمة الوحدة الاولى 4242 قبل الميلاد؟ ها هي
منتظرة إجاباتكم. برافو عليكم، مدينة أون. يبقى مدينة أون هي عاصمة الوحدة الأولى 4242. أما منفي دي عاصمة الوحدة الإيه؟ التانية. برافو عليك. تعالوا نشوف تاني سؤال معايا. اكتشف الإنسان الزراعة في العصر الحجري القديم. الإنسان اكتشف الزراعة في العصر الحجري القديم. الإنسان اكتشف إيه في العصر الحجري القديم؟ برافو عليكو، اكتشف النار. اكتشف النار في العصر الحجري القديم، لكن الزراعة كانت في العصر الحجري الإيه؟ الحديث. برافو عليكو. تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعده. بنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن في العصور التاريخية، وحاطط الخط تحت العصور التاريخية. بنى المصري القديم مسكنه من طوب اللبن في العصور التاريخية. يلا ايه الإجابة؟ أنا منتظرة إجاباتكم. ايه اللي بناه المصري القديم في العصور التاريخية؟ برافو عليكم، هو بنى المصري القديم مسكنه من طوب اللبن في العصر النحاسي. برافو عليكم يا ولاد. يبقى الإنسان عرف الكتابة عام 3350 قبل الميلاد، ومدينة أون هي عاصمة الوحدة الأولى، واكتشف الإنسان النار في العصر الحجري القديم، وبنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن في العصر النحاسي. طيب تعالوا بينا نشوف النمط التاني من الأسئلة مع بعض، وهو سؤال إيه؟ بما تفسر؟ بما تفسر ترك المصري القديم الهضاب ونزوله للوادي والدلتا؟ ليه المصري القديم ترك الهضاب ونزل للوادي والدلتا؟ ما سيبكم، اديكم فرصة تفكروا وتكتبوا لي الإجابة. يلا، بسبب حلول الجفاف فوق الهضاب. برافو. يبقى المصري القديم ترك الهضاب ونزل للوادي والدلتا عشان الهضاب حل فيها الايه؟ الجفاف. برافو عليكم يا ولاد. طيب تاني سؤال معايا، بما تفسر برضو. ظهور المدن في مصر القديمة. ليه المدن ظهرت؟ برافو، بسبب اتساع الكرة وكثرة عدد سكانها. لما الكرة اتسعت وبقت كتير وعدد السكان بقى كتير، ظهرت المدن. تعالوا نشوف نمط تاني من الأسئلة. لو جالنا أسئلة قارن بين المملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، فنقول بقى العاصمة بوتو ونخف. بوتو في مملكة الشمال ونخف في مملكة الجنوب. اللون التاج أحمر في مملكة الشمال، لون التاج في مملكة الجنوب أبيض. لو جه قال لك قارن من حيث الشعار والعاصمة ولون التاج، ساعتها تكتب بس اللي هو كاتبه، ما قالكش يبقى تقول إيه؟ بكده يا حبايبي إحنا خلصنا درسنا النهاردة وحلينا عليه. أتمنى إن تكونوا استوعبتوا الدرس وتكونوا ذاكرتوا درس الجغرافيا برضو، عشان في الحصة القادمة للجغرافيا نعمل مراجعة سريعة على الدرس اللي كنا واخدينه برضو قبل كده. بتمنى لكم التوفيق والنجاح. مع تحياتي أستاذة شيماء مكتي.